أحق لمن بالتقى تحقى. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلق. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد واصلي وسهل ما قد تعوق. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلق. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلق. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وآله ومن للحبيب يعشق. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد ومن بحبل النبي توثق. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي سلطانه، الواضح برهانه، المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه، تعالى مجده وعظم شانه، خلق الخلق لحكمة وطوى عليها علما، وبسط لهم من فائد المنة ما جرت به في أقداره القسمة. صلى الله عليه. فأرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة، تعلقت إرادته الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب، فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوم. صلى الله عليه. فما أجل هذا المن الذي تكرم به المنان، وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان، سورة كاملة ظهرت في هيكل محمود، وتعطرت بوجودها كناف الوجود، وترزت برد العوالم بتراس التكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الروح الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم
صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي سلطانه، الواضح برهانه، المبسوط في الوجود كرامه وإحسانه، صلى الله عليه وسلم مجده وعظم شانه. خلق الخلق لحكمة، وطوى عليها علمة، وبسط لهم من فائد الملة ما جرت به في أقداره القسمة، صلى الله عليه. فأرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة، تعلقت إرادته الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب، فانتشرت أثر شرفه في عوالم الشهادة والغيور. فما أجل هذا المن الذي تكرم به المنان، وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حوضة الإحسان صورة كاملة ظهرت في هيكل محمود، فتعطرت بوجودها أكناف الوجود، وبرزت كل العوالم ببراز التكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله قوي سلطانه، الواضح برهانه، المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه، صلى الله عليه. هذا مجد معد مسانه، خلق خلق الحكمة، وطوى علينا علما، وبسط له من فائد الجنان ما جرت به في أقداره القسمة، صلى الله عليه. أرسل إليه مصرف خلق وعجل به رحمة، تعلق إرادة الأجلية بخلق هذا العبد المحبوب، فانتصرت أثر شرفه في عوالم سهاده والغيوم، صلى الله عليه. أما أجل هذا من الذي تكرم به المنان، أما عظم هذا الفضل الذي برج من حضرة الإحسان سورة كاملة ظهرت في هيكل محمود، فأثرت بوجودها أكناف الوجود، وطرزت كل العوالم بدراس التكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. صلى الله عليه. فأرسل إليه مشرف خلقه وأجل عبيده رحمة، تعلقت إرادته الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب، فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة
أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Thank you.
والصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. تجلى الحق في عالم قدسه الواسع تجليا قضى بانتشار فضله في القريب والشاسع. فله الحمد الذي لا تنسر افراده بتعداد ولا يمل تكراره بكثرة ترداد، حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان صلى الله عليه، يتشرف بوجوده الثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان، فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من سواه فضل الله على هذا الحبيب صلى الله عليه. يا لقلب سروره قد توالى بحبيب أما الأنام نوالى، جل من شرف الوجود بنور غمر الكون بهجة وجمالا صلى الله عليه، فترقى بالهسع على مقام وتنافي مجده وتعالى، لهزت العيون فيما اجتلته بشرا كاملا يزيح الضلالا صلى الله عليه، وهو من فوق علم ما قد رأت رفعة في شؤونه وكمالا، فسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان ويحار في تعقل معانيه الجنان صلى الله عليه، انتشر منه في عالم البطون والدهور ما ملأ الوجود الخلقي نور، فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته في الذكر الحكيم صلى الله عليه، بشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه، فمن فاجأت هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم وأشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. تجلى الحق في عالم قدسه الواسع تجليا قضى بانتشار فضله في القريب والشاسع، فله الحمد الذي لا تنحسر أفراده بتعداد ولا يمل تكراره بكثرة ترداد، حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان ليتشرف بوجوده الثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان، فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من سوابق فضل الله على هذا الحبيب صلى الله عليه. يا لقلب سروره قد توالى بحبيب عم الأنام نوالا، جل من شرف الوجود بنور
غمر الكون بهجة وجمالا قد ترقى في الحسن أعلى مقام وتناهى في مجده وتعالى لاحظته العيون فيما اجتلته بشرا كاملا يزيح الضلالا وهو من فوق علم ما قد رأت رفعة في شؤونه وكمالا فسبحان الذي أبرز من حوضة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان ويحار في تعقل معانيه الجنان انتشر منه في عالم البطون والظهور ما ملأ الوجود الخلقي نور فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته في الذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فمن فاجأته هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله